يعتبر محل بيع المواد الغذائية النقطة الوحيدة في ولاية أدرار التي يتم فيها توزيع مادة زيت المائدة الذي يمتاز هذه الأيام بالندرة، حيث يجلب هذا الأخير كل 3 أيام شحنة من الزيت ويقوم بتوزيعها على الزبائن، ويسهر صاحب المحل هذا شخصياً على التقسيم العادل لعبوات الزيت وبطريقة منتظمة على المواطنين. تغطية مجني الخضر. السلام عليكم. نشكر قلب الأجواء على الإطلالة الجميلة، ونشكر التاجر الوهراني هو الوحيد في ولاية أطال اللي يجيب مادة الزيت، وما الآخرين ماذا بينا يوفروا لنا. راه وصلوا رانا نضموا فيه بالطريقة، نبيعوا فيه بالطريقة المنظمة. السمي تاع زيت البشر كريم وصلنا هنا للأضرار، راه شاك 3 ولا شاك 4 جور راه يوصلنا هنايا ونبيعوه كيما راكم تشوفوا. كاع ولاية أضرار أنا نسربو لهم والحمد لله. نشكر الكرونسيس على الوهراني اللي راه يجيب الزيت، ونتمناو الكرونسيس الآخرين ثاني يجيبوا الزيت باش نشوفوا. نشكر الموزع ونتمنى له يعني اليوم فرنا اكثر من نسبه اكثر في كل الجكاكيل الموجوده على مستوى هنا البلاد. كيسه لتر كي 2 لتر نبيعوه بالبيدون، وال 2 لتر نبيعوه بزوج شكره تاع 2 لتر، وراه متوفر هنايا وراه يجينا الزيت الحمد لله يا ربي. رانا نبيعو باش الشعب كاع يستقدوا كاع الشعب وباش نقضوا على هذه الازمه ان شاء الله. مادة الزيت راه متوفرة في أضرار، غير حنا الشعب بارفوا نكبروا من المشكلة، وراه متوفر رانا نبيعوا في بيدو في السبيرات، والتجار هنا تاع السبيرات والحوادي رانا نبيعوا لهم الزيت. الأزمة تما قال الشعب خالق خاصة شغل متسرع باش يكثر يجيبوا الزيت عندهم يدوبوا بزاف. الزيت راه متوفر عند الوهراني الحمد لله، ورانا ندو بيدون بيدون الحمد لله يا ربي الحمد. الزيت لا رانا نعانو، هاك شوف والله لا رانا نعانو، اقسم بالله في هذه الولاية هذه لا رانا نعانو، واحد معاناة اقسم بالله يعني بدا مهم. شوف رانا كاع نبيعو الحوانيت ونورمال ما كان الحمد لله يا ربي، كان شوية أزمة بصح الحمد لله بشوي بشوي، بصح رانا نبيعو للشعب نورمال الحوانيت الكرونسيس سوبيلات كلشي نبيعو لهم. والزيت راه متوفر هذا السيد هراوره بالزيت نورمال ماشي ما عنده حتى يعني الزيت كي تكره متوفر يعني الناس الشعب هو اللي متوفر هو اللي ماشا يعني ماشا منظم اي منظم كل واحد يعني كيسحو بدون وكيسحو قرع، كان الناس باغي غير البيدون مش باغي القرع.